معنا على التليفون الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وجميع المشاهدين، اهلا بيكم. كلمنا يا دكتور عن الظاهرة دي وبتحصل امتى او كل قد ايه، وفعلا هو هيبقى شكله كانه الماظة في السماء ولا بيبقى عامل ازاي؟ بالفعل علشان يعني درجة السطوع بتاع كوكب الزهرة هيكون طبعا مع الأخذ في الاعتبار ان القمر يعني هيكون لسه ما شرقش او مش في الزاويه ديت، فيدينا فرصه للرؤيه اوضح. يمكن ظاهره تكراره، احنا في الشهر ده كان عندنا حوالي 3 ظواهر اقتران، الزهره مع القمر، وفي الزهره مع المريخ، وفي المريخ مع القمر. الظواهر دي من الحاجات الفلكيه الجميله اللي بتوضح اولا للمواطنين او المهتمين بعلوم الفلك نستمتع برؤيتها. بالنسبه لنا احنا كعلم فلك احنا بنأكد حساباتنا الفلكية طبعا اللي على رأسها زي ما الناس كلها بتستشعر دايما ميلاد أهلة الشهور العربية وتحديد بداية الشهر، فدي أحد الفوائد المهمة لرصد تلك الظواهر الفلكية ومراقبتها بدقة عالية. طيب دكتور، هو يعني ايه اللي بيخليه يظهر كده؟ هل هو بيبقى ليه مسار معين فاختلافه زي ما حضرتك بتقول مع القمر ومع الشمس بيخليه يظهر في اوقات طول السنه في اماكن معينه وبيظهر بعين مجرده يظهر بشكل معين؟ طبعا يعني سبحان الله الايه الكريمه وكل في فلك يسبحون، ودي برضه بترد على الناس اللي بيقولوا دايما كويكب هيضرب او هيصطدم بالارض او كده. اطلاقا زي ما حضرتك اشرت يعني كل جرم سماوي في المدار بتاعه، لكن اللي بيحصل اثناء دوران وليكن الزهره زي النهارده في المدار بتاعه بيتناسب ان في نفس الوقت ده مدار تاني لجرم تاني، فبييجوا بيقترنوا مع بعضهم كانهم مع بعض حضرتك، لكن المسافه بينهم الاثنين بعيده طبعا ومفيش اي قلق ومفيش اي خوف. فده يعني عشان برضه يعني طمن الناس، ما حدش يحس ان دي علامه كونيه وغضب الهي على والناس بتستنى كل شويه كويكب فعلا هيجي يخبط الارض. لا لا لا، دي ظواهر طبيعيه خالص ملهاش اي مخاطر، ما هياش علامات غضب على الارض ولا على سكان الارض. فدي يعني بتحصل، واحنا بس بدانا نوضح الظواهر الفلكيه دي ونعلنها على الناس اكتر من الاول شويه، لكن ما هوش حاجات مش علامات غضب ولا كوارث ولا اي شيء من هذا القبيل تماما. طب امتى يا دكتور الظواهر دي بيبقى ليها تاثير على الارض؟ يعني او ايه الظواهر اللي ممكن يبقى ليها تاثير على الارض؟ الظاهره الوحيده اللي احنا دايما بننصح الناس ما يحاولوش يبصوا العين بالعين المجرده اللي هي كسوف الشمس، ما دون ذلك كل الظواهر الفلكيه كويسه ومفيده، وبننصح الناس انها تتابعها سواء بالعين المجرده ان كان مسموح، او ان احنا بنفتح المرصد في اوقات ما لرصد تلك الظاهره لو مش متاح الرصد بالعين المجرده. طيب دكتور، النهارده بقى اللي هيحصل ده يعني زي ما قلنا في الخبر انه بعد غروب الشمس، هل هيظهر في اماكن معينه هنقدر فعلا نشوفه بالعين المجرده ولا في دول؟ بالظبط كده، بعد الغروب على طول هيكون ظاهر في الافق بالعين المجرده، هيكون واضح. اللي عنده يعني نظاره معظمه او تلسكوب صغير هيكون اجمل، فاحنا بندعو كل الناس يستمتعوا بيها يعني. هل في طيب قريب ان شاء الله برضه في ظواهر نبدا نقول للناس عليها من دلوقتي انهم يستنوها في الفتره القادمه؟ احنا كل شهر بنطلع بيان اعلامي بالظواهر الفلكيه الجديده، فده طبعا انا عشان بس بره المكتب حاليا فما هياش في دماغي، لكن احنا بنعلنها موجوده على الصفحه يعني. موجوده على صفحه المعهد بالفعل يعني. طيب دكتور، الفترة اللي فاتت دي شهدنا كذا زلزال حصل، ومش بأرقام أو مش بمقياس قليلة، يعني كان على مقياس ريختر وصل لأرقام عدت تقريبا درجة الأربعة أو الثلاثة مش فاكرة بالظبط. فحضرتك لا، ده كان ستة في ستة يعني وصل لستة كان ستة وأربعة بالفعل. فسلسلة الزلازل اللي بتحصل دي إيه سببها وليه متكررة كده في فترة قليلة؟ إحنا مش متعودين في مصر على القصة دي. لا لا، هي الزلازل دي إحنا بنسجلها بشكل يومي بشكل طبيعي خالص، معظمها غير محسوس. أحيانا زي الكام زلزال اللي حصلوا نتيجة العمق الكبير بتاعهم بيشعر بيه عدد المواطنين، لكن هي بره مصر بعيده عننا خالص، ما فيش فيها اي مشكله وما نقلقش منها. طبعا احنا طلعنا مع مجلس الوزراء دليل ارشادي للمواطنين يتعاملوا ازاي او يتصرفوا ازاي وقت حدوث مثل تلك الزلازل. طبعا في اجراءات ثانيه بتقوم بيها وزاره الاسكان والجهات المعنيه من اجل ان يعني يبقى في ضوابط للكود الزلزالي وتامين المنشات الجديده اللي بتتم، وهذا ومن هذا القبيل.
الهدف محافظه على الاستثمارات ومحافظه على الارواح البشريه. هل ممكن برضو لسه نشهد حاجه قويه محسوسه ولا لسه مش عارفين ممكن؟ احنا ما عندناش تنبؤ، لكن في اللي احنا برضو ايضا شغالين عليه مع العالم كله درء المخاطر او تقليل المخاطر من تلك الكوارث. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور على كل المعلومات دي، الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا جزيلا.